والله حضرتك ولا صعب قوي ولا سهل قوي، هو متوسط يعني في مستوى الطالب المتوسط. يعني اللي مش مذاكر مش عارف يحل. يعني 30 40 سؤال ويعني مش كلهم سهلين، وبالذات النحو. النحو صعب. كان الحمد لله كان نصه صعب ونصه سهل، كان فيه اسئله سهله والباقي كله كان صعب، ومنه النحو. النحو هو اللي كان شادد قوي. الامتحان عامل ايه؟ هو الحمد لله كان كله تمام. هو يعني ولا هو الصعب ولا هو السهل، وكان فيه شويه اسئله جديده وكان فيه تفكير، يعني هو بالكتير سؤالين ثلاثه اللي كان فيهم تفكير وجديد.